الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بليات ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في يومنا هذا فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا. ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. ونسألك ربنا الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع الرحلة القرآنية مع كتاب الله جل وعلا، وصلنا إلى صفحة رقم 367، وبفضل الله عز وجل نبدأ من هذه الليلة سورة الشعراء. أولا، من مقاصد هذه السورة الكريمة مواجهة المصرين على التكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم، الطاعنين برسالته، وتوهين يعني شأن هؤلاء، بعد أن الله تبارك وتعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرات، ونصر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كما تبين معنا في سورة الفرقان بهذه المعجزة الخالدة إلى يوم الدين، وهي معجزة القرآن الكريم. ففي هذه السورة الكريمة فيها مواجهة لهؤلاء المصرين على التكذيب وأن يعتبروا بالأمم السابقة. فقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء عدة قصص من قصص الأنبياء والمرسلين، وكيف أن الله تبارك وتعالى أهلكهم وعاقبهم الله عز وجل، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في هذه السورة الكريمة نجد مجموعة من قصص الأنبياء، مثل قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون اللعين، كذلك قصة سيدنا نوح عليه السلام، قصة سيدنا هود، قصة سيدنا صالح، قصة سيدنا شعيب، قصة سيدنا لوط، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. والعجيب والذي يدعو إلى التفكر أن كل قصة من هذه القصص ختمها الله تبارك وتعالى بقوله إن في ذلك لآية، يعني العبرة وعظة لمن أراد أن يعتبر ويتعظ. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. حتى العلماء بيقولوا السورة دي كلها شرح لاسمي الله عز وجل العزيز والرحيم سبحانه جل وعلا. تبدأ السورة الكريمة بقوله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم. طاسيم ميم تقدم الكلام على نظائرها في السور السابقة، والخلاصة أن هذه الحروف العلماء أو ابن كثير جمع وكون جملة من هذه الحروف فقال نص حكيم قاطع له سر. هذا من المتشابهات التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، ولكن نحن نؤمن بمتشابهات الكتاب. وهذه الحروف فيها كذلك إعجاز للقرآن الكريم، لأن القرآن نزل على العرب وكانوا فصحاء وكانوا بلغاء جدا، ومع ذلك تحدهم الله عز وجل على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. يعني ربنا سبحانه وتعالى كأنه كده بيقول لهم انتوا عارفين الحروف دي، هم كانوا فصحاء جدا وكان منهم يعني شعراء كثير جدا، ومع ذلك ما استطاعوا ان هم يكونوا من هذه الحروف مثل هذا القرآن البليغ الذي أعجز الجميع. وما هو بقول البشر سبحانه جل وعلا. طاسيم ميم إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. تلك آيات الكتاب المبين، يعني تلك آيات القرآن المبين للحق من الباطل. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الخطاب انتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه،
يعني لعلك أيها الرسول لحرصك على هدايتهم قاتل نفسك حزنا وحرصا على هدايتهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن جدا جدا إذا يعني مرت به كده جنازة ولا حاجة، يقول فلتت نفس مني إلى النار ويبكي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن على حال أمته، وكان يتمنى أن الجميع يستجيب أن كلهم يستجيبوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويسلكوا طريق الهداية، لكن للأسف أعرض الكثير حتى من ذوي قرابته صلى الله عليه وسلم مثل أعمام زي مين؟ زي أبو جهل وأبو لهب وحتى أبو طالب. إن أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام جالس يعني بجوار رأسه ويقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا هل هو نطق بكلمة التوحيد؟ قال بل على ملة عبد المطلب، مع ان ابو طالب له مواقف عظيمة مع النبي عليه الصلاة والسلام ونصر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك العلماء بيقولوا ان الله لا ينصر الدين بالرجل الفاجر. ممكن واحد فاجر واحد كافر واحد عاصي ربنا تبارك وتعالى ينصر به هذا الدين، سبحان الله العظيم. يبقى لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، وده واجب المسلم ان هو يرجو الهداية لجميع الناس، تتمنى ان كل الناس تسلك هذا الطريق وتدعو الله تبارك وتعالى يقول يا رب اهدي فلان يا رب اهدي فلان. ده حال المؤمن ان يتمنى ويرجو من الله تبارك وتعالى الخير وسلوك طريق الهداية لجميع الناس. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني إن نشأ إنزال آية عليهم من السماء أنزلناها عليهم فتظل أعناقهم خاضعة ذليلة، لكن الله تبارك وتعالى لم يشأ ذلك لابتلاء لهم هل يؤمنون بالغيب. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، يعني وما يجيء هؤلاء المشركين من تذكير محدث إنزاله من الرحمن زي القرآن الكريم يعني بحججه الدالة على توحيده جل وعلا وعلى صدق نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أعرضوا عن سماعه والتصديق به، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، يعني فقد كذبوا بما جاءهم به رسولهم فسيأتيهم تحقيق أنباء ما كانوا به يسخرون ويحل عليهم العذاب. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني أبقي هؤلاء مصرين على كفرهم فلم ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل نوع من أنواع النبات حسن المنظر كثير المنافع. الله عز وجل هنا ذكر آية واحدة وهي آية الأرض وآية النبات، كيف أن الله عز وجل يجعل هذه الأرض تتشقق ويخرج النبات بقدرته تبارك وتعالى. يعني الجماعة دول ما هم شايفين هذه الآية العظيمة اللي هم بيمروا عليها ليل ونهار، وربما هم بأنفسهم الذين يضع هذا البذر في باطن الأرض وينبت الله تبارك وتعالى النبات. ولذلك الأعرابي يقول إن البعر يدل على البعير وإن أثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ مش كل ده يدل على قدرة الله عز وجل وعلى وجود الله جل وعلا؟ لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، يعني الإنسان ينظر ويتفكر في كل شيء من حوله. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني إن في إنبات الأرض بأنواع مختلفة من النبات لدلالة واضحة على قدرة من أنبتها على إحياء الموتى وما كان معظمهم مؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما أنه قادر على يعني يجعل الأرض تتشقق ويخرج النبات، فكذلك الله عز وجل قادر
على أن يعيد الناس إلى الحياة مرة أخرى بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى للملك الموكل بالنفخ في الصور فينفخ فالنفخة الثانية فالله تبارك وتعالى يحيي جميع الخلائق. لذلك الإنسان يعني جميع جسده بيتحلل ما عدا حاجة واحدة بس في جسده قلناها كتير. إيه هي؟ اسمها إيه؟ عجب الذنب. قد إيه ديت؟ قد حبة العدس كده. جسد الإنسان كله بتحلل ما عدا الحتة دي قد حبة العدس، وقالوا إن هذه الحتة الصغيرة ديت اللي أشبه بالحبة الصغيرة عجب الذنب دي كأنها تجمع جميع خلايا ومكونات جسد الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فمنها يترقب الخلائق يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا محجلين من أثر الوضوء كما ولدتهم أمتهم للعرض على الله جل وعلا. يبقى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. احنا قلنا قبل كده هتلاقي أكثرهم دي لما تبحث عنها في القرآن دايما إيه وما تجد إيه وما كان أكثرهم مؤمنين. ولذلك القلة ممدوحة في كتاب الله جل وعلا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، دي أول قصة ذكرت في هذه السورة الكريمة. والمعنى واذكر أيها الرسول حين نادى ربك موسى آمرا إياه أن يأتي القوم الظالمين بكفرهم بالله واستعباد قوم موسى قوم فرعون ألا يتقون، وهم قوم فرعون، فيأمرهم برفق ولين بتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال رب إني أخاف أن يكذبون. الجماعة دولت مرض، الجماعة دولت كفرة فجرة. فسيدنا موسى خايف من عدم استجابتهم. قال موسى عليه السلام إني أخاف أن يكذبوني فيما أبلغهم به عنك ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. هنا سيدنا موسى عليه السلام طلب من رب العزة سبحانه جل وعلا مؤهلات الدعوة إلى الله عز وجل. تلقى واضحة أكثر في سورة طه، دعا ربه عز وجل قائلا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. فهنا سيدنا موسى في المعنى كأنه قال ويديك صدري لتكذيبهم إياي وينحبس لساني عن الكلام. الداعية لما صدره يضيق في الدعوة إلى الله عز وجل يبقى كده إيه دعوته فشلت. أنت بتدعو واحد إلى الله عز وجل وبعدين لقيت منه غلس فصدرك ضاق، لما صدرك بيديك إلا هيحصل يبقى تغضب، يبقى ممكن انت تخرج عن الايه عن الشخصية او الاتزان بتاعك، يبقى كده فشلت الايه فشلت الدعوة. ولكن الداعي الى الله عز وجل يصبر ويتحمل لله جل وعلا. فسيدنا موسى كان خايف من الامر ده ويضيق صدري لتكذيبهم اياه. سيدنا موسى ده كان قوي جدا، كان قوي جدا عليه الصلاة والسلام. وينحبس لساني عن الكلام فأرسل جبريل عليه السلام إلى أخي هارون ليكون معينا لي. طلب بقى أن سيدنا هارون يكون معاه يساعده في هذا الأمر الجلل الذي كلفه الله تبارك وتعالى إياه. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. سيدنا موسى له ذنب عمله في أرض مصر قبل كده. إيه الذنب اللي هو عمله ده؟ ذنب بسبب قتله الرجل القبطي فأخاف أن يقتلوني، ده أنا كنت قاتل واحد منهم. وبعدين سيدنا موسى فر وهرب من أرض مصر، ففررت إيه منكم لما خفتكم، فر وهرب من أرض مصر لما قتل هذا الرجل القبطي المصري. وبعدين هينزل تاني مصر بعد ما ربنا كرمه وسافر وهاجر وترك مصر، يرجع تاني لا ويرجع لهم نبي ويدعو إلى الله عز وجل. ده أول ما يشوفونه يعملوا إيه؟ فأخاف أن يقتلوا. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. شوف رب العزة سبحانه وتعالى هو أعلم من موسى عليه السلام، قال لموسى كلا لن يقتلوك. ف
فاذهب أنت وأخوك هارون بآيتنا الدالة على صدقكما فإنا معكما بالنصر والتأييد مستمعون لما تقولون ولما يقال لكم لا يفوتنا من ذلك شيء. شفت انت لما تقول ولله عز وجل المثل الاعلى، انت بس يا فلان روح المكان الفلاني وانا معاكم تابع والكلام، فاللي له ظهر ايه ما بينضربش ايه، زي ما بيقولوا كده. فانت خلاص انت رحت المكان ده وانت عارف ان فلان ده مثلا من العظماء من الكبراء، فهو هيسندك ويسمعك ومتابعك والكلام، فانت داخل بقلب ايه، بقلب قوي جامد. فسيدنا موسى ولله عز وجل المثل الأعلى، ربنا طمأنه تماما ان هو ينزل ارض مصر ويدعو هذا الذي ادعى الربوبية من دون الله جل وعلا، فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، يعني فقولا له إنا رسولان إليك من رب المخلوقات كله. وخلي بالك هنا جات فقولا مثنى وبعدين إنا رسول رب العالمين، هي ليه مش رسولا؟ جات رسوله واحدة بس ليه؟ عشان الاثنين دعوتهم واحد، الاثنين الطريق بتاعهم الذي يدعو إليه طريق ايه؟ طريق واحد غير متعدد. أن أرسل معنا بني إسرائيل، يعني أن ابعث معنا بني إسرائيل. فرد فرعون فقال قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. خلي بالك هنا في بلاغة القرآن الكريم في حذف، يعني ربنا تبارك وتعالى كلف سيدنا موسى، فأتي فرعون فقول إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، وبعدين بعدها على طول جاء رد مين؟ رد فرعون قال ألم نربك فينا وليد، يبقى في حذف في الكلام ولا لأ؟ في حذف، مفيش بقى آيات جت كده في النص فذهب موسى وسلك الطريق الفلاني وفعل كذا والكلام ده كله وكم أخذ من الوقت في الطريق، لا دي البلاغة القرآنية. لذلك إنسان اللي هو البليغ لما بتكون بتحكي لحد قصة ما تقعدش تستطرد كده في الكلام وتطول، هات له المفيد من الكلام على طول. أنا أحيانا بصراحة بيمل بعض الناس عشان يحكي لك مثلا موضوع معين يقعد يحكي لك بالتفصيل الممل، طب ليه؟ اختصر هات المفيد ايه من الكلام. فعلى طول هنا جاء رد فرعون قال ألم نربك فينا وليدا، يعني فرعون بخاطب موسى عليه السلام ألم نربك لدينا صغيرا ومكست فينا من عمرك سنين، فما الذي دعاك إلى ادعاء النبوة؟ ده انت متربي هنا في وسطنا في القصر، متربي في القصر هنا عند فرعون في مصر في القصر بتاعه، فانت رجعت لنا كده نبي كده مرة واحدة، ايه اللي حصل؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني فعلت أمرا عظيما حين قتلت القبطي انتصارا لرجل من قومي، كان رجل من بني إسرائيل، دي قصة في سورة القصص هتجيلنا بعد كده إن شاء الله، وأنت من الجاحدين لنعمي عليك. كده بيعايره بالإيه؟ بيعايره بالذنب بتاعه. شفت واحد كده لما يكون بيدعو ربنا هداه وسلك طريق الهداية وكان قبل كده مثلا بيعمل معاصي معينة، بعدين فجأة كده لقيته ده أنت اللي بتدعونا، انت نسيت لما كنت بتفعل كذا وتعمل كذا والكلام ده، كل الكلام ده طبعا ايه ما ينفعش، ما ينفعش طبعا عند الايه عند اهل الصلاح. يعني فعلت امرا عظيما حين قتلت القبطي وكنت ايه من الجاحدين لنعمي عليك، ونسب النعم ايه لنفسه فرعون مع ان المنعم من هو الله سبحانه جل وعلا. وفرعون زي ما هو كان معروف كان بيقتل الابناء ويستحي النساء، وربنا تبارك وتعالى جعل هذا الرجل القاتل الكافر الذي يدعي الربوبية يخرج هذا المولود وبعدين يتربى فين؟ يتربى في بيت القاتل ده، ده هيجي وهيتربى عندك في القصر بتاعك. شوف سبحان الله العظيم القادر على كل شيء العزيز سبحانه جل وعلا. يستفادوا من الآية الكريمة أول حاجة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، اثنين إثبات صفة العزة والرحمة لله، ثلاثة أهمية سعة الصدر والفصاحة للداعي، كذلك دعوات الأنبياء تحرير من العبودية لغير الله. ولذلك كان يعني أحد الصحابة رضي الله عنه يقول نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة إيه؟ رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.
كذلك احتج فرعون على رسالة موسى بوقوع القتل منه عليه السلام، فأقر موسى بالفعل، مما يشعر بأنها ليست حجة لفرعون بالتكذيب. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين آمين رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.